أن يقتل أطفال لا ذنب لهم بحروب الكبار بغارات إسرائيلية قد تكون الحجة أنه قتل غير مقصود، ولكن ماذا عن القتل المتعمد للأطفال وبأبشع الطرق؟ طفل فلسطيني لم يكمل السنتين من عمره تعمد إسرائيليون حرقه حين هاجموا منزل والديه في الضفة الغربية قبل أن يشعلوا النار فيه. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي وصف الحادث بالعمل الإرهابي بكل معنى الكلمة اتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مبادرة نادرة للتعبير عن إدانته لقتل الطفل، ووعده بإجراء تحقيق شامل بعدما أعلن عباس في وقت سابق أنه سيتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ردا على الجريمة. وفيما دعت حركة حماس إلى الرد بقوة على مقتل الطفل مطالبة بقرارات دولية رادعة، حملت منظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مقتل الطفل. وفي وقت دانت الحكومة الأردنية الحادث محملة إسرائيل مسؤولية عن هذه الجريمة البشعة، وصفت واشنطن الحادثة بالعمل الإرهابي الوحشي بالتزامن مع مطالبة الاتحاد الأوروبي بعدم التهاون مع مرتكبي الجريمة.